رئيس عربي يفاجئ شعبه والعالم بمفاجأة مدوية مرتقبة. أخطر توقعات مايك فغالي. أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة معنا توقعات جديدة وخطيرة من أخطر ما يراه المتوقع اللبناني مايك فغالي لعام 2023. بفكرك الأول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو أنت جديد معنا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنساش أنك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بيتوقع مايك فغالي أن هيكون في رؤوس كبيرة في لبنان تتدحرج، وأيضا رؤوس أصغر منها بكثير. سنرى تغييرات كبيرة في النظام، وأشخاص من داخل الحكومة وأشخاص من خارجها هتفضل في المنفى، وأشخاص داخل السجون وشخصيات كبيرة هتذهب للسجن في القريب العاجل. شايف ان لبنان في محنة كبيرة، وهتظل لبنان في هذه المحنة حتى شهر يونيو من 2023، لان القادم سيكون اعظم، ليس لبث الخوف في قلوب اللبنانيين، لكن لدعوتهم للتشبث بالايمان والتوحد يدا بيد لتغيير الوضع الراهن في لبنان. سنرى الاحداث الجارية هتأثر على الصحة النفسية للبنانيين والشعور باحباط، وده نتيجة العقوبات المفروضة على الرأسماليين اللبنانيين والحجر على شركتهم. كل هذه الأمور تؤثر على الاقتصاد والحياة المعيشية في لبنان. كمان توقع مايك فغالي ظهور عملة جديدة في الأسواق اللبنانية بعد تراجع سعر الليرة مقابل الدولار. شايف الحياة المستقبلية في لبنان هتكون أكثر من رائعة، بيكون لبنان منارة وجنة الشرق. هيبدأ إعمار لبنان خاصة بيروت في شهر يونيو من عام 2023، والأنظار بتتجه لمطار بيروت ولم تتضح الرؤية بعد. كمان بيتوقع توتر في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتبار القدس عاصمة إسرائيل. توقع بالاتحاد بين حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والقيام بعمليات مشتركة في عدة مواقع إسرائيلية تنديدا ورفضا للقرار الأمريكي. مايك فغالي كمان بيتوقع توتر في العلاقات المغربية الجزائرية، وقال امتحان صعب بين المغرب والجزائر. مكانة مميزة للجيش واحتمال وقوع أحداث بيكون الجيش طرف أساسي فيها، ونصح بضرورة مساندة الجيش في قراراته المصيرية. إمكانية حدوث انقلاب عسكري على الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية على حد سواء، وأشار لضرورة التوحد والالتفاف حول الجيش ومساندته في خطوة للتغيير والإصلاح من شؤون البلاد. أيضا توتر في العلاقات الجزائرية التونسية، هيكون الجيش من كلا الجهتين طرف محوري فيها، والعلاقات الجزائرية المغربية تخرج عن النطاق المعهود بين البلدين، حيث يشوبها التوتر والنزاع، وده بعد موافقة المغرب على تطبيع علاقتها مع إسرائيل بعد موافقة الرئيس الأمريكي على ضم الصحراء الغربية للسيادة المغربية ورفض الجزائر لهذا القرار، وتر العلاقات بين البلدين وصعد حدة الصراع بينهم. من أخطر توقعات مايك فغالي أيضا بيتوقع مفاجأة كبيرة مرتقبة خلال عام 2023 هيحضرها رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد. هيحضرها رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد للشعب السوري وللعالم أجمع. سوف نرى خروج الجيش السوري من أراضيه في القريب العاجل، في عملية هتكون مفاجأة للعالم. كمان سنرى بشار الأسد الرئيس السوري يطل علينا بإطلالة غريبة لم نعتدها من قبل. هذه الإطلالة قد تكون فريدة من نوعها في لباس غير البدلة الرسمية، وإمكانية أن يكون هذا اللباس لتنفيذ مهمة معينة لم تتضح رؤيتها بعد. شايف كمان مرحلة جديدة مش هتكون بالصعبة أو الخطيرة هتمر بها سوريا خلال 2023، وهتستقبل سوريا خلال العام المقبل بسماع خبر محزن ومؤسف وحداد جديد هيسود الأجواء السورية. هيكون هذا الحداد أصعب من الحداد على وليد المعلم نائب رئيس الوزراء السوري السابق. تغييرات كبرى على صعيد عسكري وحكومي في سوريا، هيكون في انتقال من مال إلى مال ومن مكان لمكان. وأيضا توقع أن تصبح سوريا باريس الشرق. سوريا هتكون رقم واحد، بل أفضل من باريس رقم اثنين. أرى أن الإعمار في سوريا هيضاهي الإعمار في الإمارات المتحدة من حيث العلو والجمال، وهتعود سوريا جميلة كما كانت، وحنرى سوريا تتقدم وتكون أفضل كثيرا من حال سوريا في الوقت الحالي، وتزدهر وينتعش الاقتصاد وتعود الحياة من جديد إلى مرافقها، ويعود أبناء سوريا المهاجرين خارجها إلى بلدهم من جديد، وحنرى الإعلام السوري للوجهة، وشايف تطور على صعيد الطب هيقلب الموازين والتجربة تنجح عالميا، والصحافة العالمية تتناقل الأخبار.
بين لبنان وسوريا ثلاث مناسبات غير سارة حتبكي الشعبين. أرى استثمارات كبرى في سوريا، وحنرى أزمة الكهرباء هترجع للعلن. كمان سنرى استقالة شخصية بارزة في حدث لافت. ومن توقعات مايك فغالي العالمية، بتوقع جولة من الإرهاب تسود بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وتزداد حدة التوتر بين الحكومة الفرنسية والمسلمين فيها بعد أحداث سب الرسول صلى الله عليه وسلم والردود الدولية المتفاوتة على الموضوع كله. حتشهد ألمانيا عدة هجمات إرهابية غير معتادة ووصفه بأنه إرهاب كبير وعظيم. أحداث كتيرة حتشهدها الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في أحداث عنصرية وحرب أهلية غير متناسقة لن تدوم طويلا. بعض المناوشات العنصرية بين البيض والسود من المحتمل أن تمتد إلى حرب أهلية. بعض الأحداث الغير معتادة تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم بعض الولايات رسميا بالاستقلال. عدد من هذه الولايات سيحظى بالاستقلال والبعض الآخر يخفق في ذلك. كمان بتوقع مايك فغالي أن في عام 2023 الطبيعة تغضب من جديد، كوارث طبيعية هتضرب الأرض من جديد في أنحاء متفرقة من العالم. حريق الأمازون في عام 2023 كان بمثابة بوابة من بوابات أخرى، وحيكون بمثابة وقوع لعديد من الكوارث الطبيعية في هذا العام اللي هتعيد اتزان الأرض. هيحل النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية، إضافة لاغتيال رئيس أو غياب رئيس لإحدى الدول العظمى، هيشكل خطر كبير وعالمي. وشايف كمان أن الناتو هيكون أمام خسارة كبرى، وأن أوروبا خارج المعادلة وحتجتاحها اضطرابات، وحيكون عصر الحكومات في القارة العجوز في 2023. شايف موجة هجرة عالمية للدول العربية رغم الأوضاع. كمان حنرى بدء الحلول في بداية الربيع، وحيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي، وبداية البحث في التحالف العربي، وإن إسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف. كمان حنسمع عن وجود انفجار كوني أو فتح بوابة زمنية سيحدث وسيكون متوقعا في عام 2023. غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم، إضافة إلى غضب الأرض وحدوث زلازل وتغيير مسارات على صعيد الكرة الأرضية. متابعين الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات المتوقع اللبناني مايك فغالي وتوقعاته العربية والدولية لعام 2023. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. نستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.